هذه ليست محاضرة متكاملة كالفيديوهات الأخرى، وإنما تعليق فلسفي على الأحداث الأخيرة. يعني حصلت أحداث مهمة جدا في الأشهر الأخيرة في أطار الوطن العربي، سواء في الأردن ولا في تونس، في فلسطين إلى آخره. يعني هذا التعليق له علاقة بهذه الأحداث، ولكن علاقة غير مباشرة. طبعا سأستأنف محاضراتي في الأيام القادمة، وخصوصا ما يتعلق بجدل النظرية العلمية، سأستكمل ما بدأته في الفيديو السابق حول جدل النظرية العلمية، ولكن الآن أريد أن أقدم فكرة سياسية في الفكر السياسي. يعني أن أنتقل قليلا إلى الفكر السياسي، وتحديدا إلى فكر الشهيد مهدي عامر، الذي أعتقد أنه ما زال راهنا بشدة في ضوء ما يحصل في الوطن العربي تحديدا. مهدي عامر ما زال راهنا، وأنا سأعلق على بعض أفكاره الرئيسية. يعني لاحظوا أنه هناك أفكار ترسخت قدمها مهدي عامل، أفكار قدمها مهدي عامل ترسخت، مثل مفهوم مثلا نمط الإنتاج الكولونيالي الذي أعطى معنى جديدا للتحرر الوطني. يعني التحرر الوطني ليس مجرد التخلص من المظاهر الظاهرة، من الأشياء البادية أو من التأثيرات الظاهرة للإمبريالية وللاستعمار لسيطرة السوق. لا، هو قال، يعني ذهب أبعد من ذلك، قال إن التحرر الوطني هو الانتقال من نمط الإنتاج الرأسمالي المتخلف الكولونيالي إلى الاشتراكية. هذا يعني هي فكرة أساسية عند مهدي عامل، إنه التحرر الوطني ليس مجرد إنه أن نتخلص مثلا من بعض القواعد العسكرية، كما يظن البعض أنه بعض القواعد العسكرية وبعض المظاهر العسكرية وحتى بعض المظاهر الاقتصادية. لا، المسألة أعمق من ذلك، التبعية بنيوية، ولذلك لا بد من تغيرات بنيوية في عملية التحرر الوطني. فالتحرر الوطني هو عملية انتقال من نمط الإنتاج الرأسمالي الكولونيالي، وهو الرأسمالية الوحيدة التي تعرفها المستعمرات، إلى الاشتراكية. هذه فكرة أساسية جاء بها مهدي عامل، وترسخت في كثير من الأوساط. يعني هذا مشهور الآن، فكرة نمط الإنتاج الكولونيالي وفكرة التحرر الوطني اللي هو الانعتاق من نمط الإنتاج الكولونيالي، فك التبعية بتغيير علاقات الإنتاج، بتغيير نمط الإنتاج الكولونيالي. صوبة طبعا بده يكون صوبة الاشتراكية. طبعا هو لم يحدد العمل، ربما سيرورة طويلة تأخذ سيرورة طويلة، ولكن النقطة الأساسية أن التحرر الوطني ليس له معنى من دون ذلك، ليس له معنى من دون هذا الانتقال. طبعا فكرة التحرر الوطني في آخر 30 سنة تراجعت كثيرا في الوطن العربي، حتى لدى الأحزاب التقدمية تراجعت، يعني اختفت من الفضاء الثقافي للوطن العربي والفضاء السياسي للأحزاب السياسية العربية. اختفت هذه الفكرة تماما، مع أننا أحوج ما نكون إليها، لأن التبعية وصلت أوجها في الألفية الجديدة، وصلت أوجها في الواقع، يعني أكثر مما كان عليه الحال في الثمانينيات مثلا والسبعينيات في القرن الماضي إلى آخره. ومع ذلك هذا المفهوم في الواقع انحسر، مفهوم التحرر الوطني. قلة الذين ظلوا، قلة صغيرة جدا التي ظلت تفكر بدلالة التحرر الوطني وضرورة التحرر الوطني. فهذه الفكرة، وخصوصا كما طرحها مهدي عامل، تراجعت، انحسرت. شغلة مؤسفة، ولكنها انحسرت إلى تماما تقريبا، مع أنها مهمة جدا. لكن ظلت
على الأقل في أذهان البعض. نمط الإنتاج الكولونيالي ظل في أذهان البعض، والتحرر الوطني ظل في أذهان البعض. أيضا نظريته في الطائفية، ظل هناك قلة تهتم بنظرية مهدي عامل في الطائفية، اللي هي مهمة جدا. الطائفية بصفتها علاقة سياسية مرتبطة بنمط الإنتاج الكولونيالي، أيضا هذه فكرة أساسية عند مهدي عامل، وهذه ظلت حية إلى حد ما. ليش؟ لماذا ظلت حية؟ لأنه في الواقع لأننا عانينا كثيرا من الصراعات الطائفية، أو ما يسمى الصراعات الطائفية في كل العالم العربي، في رأيناها في طبعا في لبنان، في العراق، دمرت العراق، في سوريا، في سوريا، وطبعا موجودة هي في المشرق العربي عموما وفي وادي النيل. ولذلك ظل الاهتمام قائما في بعض الأوساط. ولكن هناك مفهومات أخرى لمهدي عامل مغفلة. وبالذات أنا أود أن ألفت النظر إلى نظريته في الدولة السياسية. طبعا النظرية ليست سهلة، نظرية صعبة ولكنها مهمة جدا. نظريته محكمة في الدولة السياسية. طبعا نظريته ليست مجرد نسخ لألتوسير، وليست مجرد نسخ لنيكوس بولانسرس، لا، هي بالتأكيد إنه تنتمي إلى الإطار النظري نفسه، إلى الإشكالية النظرية نفسها. يعني هناك ملامح التوسيرية واضحة، وملامح جرامشية واضحة، وملامح تنتمي إلى نيكوس بولانسرس الفرنسي اليوناني أيضا واضح، ولكنها مجرد ملامح. لكنه قدم شيئا جديدا ضمن هذا الإطار، ضمن مدرسة التوسير، قدم شيئا جديدا في الواقع بتحليله. أنا في الواقع كتبت دراسة حول نظرية مهدي عامل في الأحزاب، ونظريته وحول نظريته في الدولة السياسية. بحث كتبته بجوز بنهاية التسعينيات من القرن العشرين، وموجود هو في كتاب اللي هو فلسفة التحرر القومي، أسميناه فلسفة التحرر القومي، وشارك فيه عدد من الباحثين، أنا يعني، وشارك أيضا معي الصديق العزيز دكتور موفق محدين، والصديق العزيز دكتور محمد الشياب، وساهم أيضا أو شارك أيضا بعض الآخرين، بالذات من سوريا، شارك باحثون من سوريا. ولكن على أي حال نشر هذا البحث ضمن بوصفه فصلا في هذا الكتاب. لا أدري الآن، أنا ما ظلش عندي نسخ منه يعني، ولا أدري إنه إذا كان بالإمكان الحصول على نسخ منه. وأيضا هذه الدراسة حتى على النت موجودة على النت، يعني نشرها الحوار المتمدن أعتقد، وهي موجودة على النت، يعني موقع الحوار المتمدن نشرها. فعلى أي حال هذه في الواقع هي دراسة معمقة ومفصلة لنظرية مهدي عامل في الأحزاب وفي الدولة السياسية، وتلقي الضوء على مكنونات هذه النظرية. ولذلك لن أشرح هذه النظرية بالتفصيل، ولكن أود أن هنا، يعني هنا لن أدخل في تفصيلات هذه النظرية، ولكن أود أن أشير إلى أهمية. يعني هو تكلم مهدي عامل عن بنى المجتمع، عن البنية السياسية والبنية الأيديولوجية والبنية الاقتصادية بصورة أساسية، والعلائق المعقدة جدا بينها، وذهب أبعد من ألتوسير في ذلك، وأبعد من نيكوس بولانسس في ذلك، وابتكر مفهومات جديدة لكي يبين كيف ينتقل الصراع من مستوى إلى آخر، وكيف يظهر على مستوى لكي يخفي مثلا جوهره في على مستوى آخر. يعني نظرية على فكرة محكمة بنيوية، نظرية بنيوية محكمة. وأيضا هو ركز على مفهومي الهيمنة والسيطرة. طبعا مفهوم الهيمنة يعود إلى جرامشي، ولكن الهيمنة والسيطرة، يعني هو يتكلم عن الهيمنة هي من نصيب الطبقة السياسية، الطبقة الاجتماعية. يعني يكون طبعا الطبقة لا تكون متجانسة 100%، الطبقة تتكون من مكونات، و الهيمنة
السيطرة هي لمكون من هذه المكونات، أما الهيمنة فهي للطبقة كلها. وأحيانا لكي تحافظ الطبقة على هيمنتها فإنها تقصي سيطرة مكون ما، يعني تكون السيطرة من نصيب مكون ما أو جناح ما ضمن إطار الهيمنة الطبقية. فإذا تهددت هذه الهيمنة الطبقية، أي إذا أخفق المكون المسيطر في الإبقاء على الهيمنة الطبقية، يبعد. الطبقة نفسها تقصيه الطبقة نفسها، تقصي هذا الجناح أو هذا المكون لكي تحافظ على هيمنتها الطبقية. وهذه تحصل وقت الأزمات، يعني قد يخفق جناح ما في إدارة الأزمة، فعند ذلك الطبقة نفسها تقصيه عن الحكم، عن السيطرة، وتضع مكانه جناحا آخر لكي تستمر هيمنتها الطبقية في المجتمع، يعني تضحي بالمكون في سبيل حكم الطبقة وصفها كلا. هذا ما حصل بالوطن العربي تحديدا بعتقد. يعني نحن رأينا عندما أخفق حسني مبارك أو جناح حسني مبارك في استمرار الهيمنة الطبقية، الكومبرادور المصري أقصي طبعا بمساعدة الأمريكان، لأن الكومبرادور مرتبط بالسيطرة، مرتبط بالأمريكان ومرتبط بالسوق العالمية، أقصي هذا. جاءوا ثم جاءوا بمحمد مرسي، يعني بالإخوان المسلمين، ظنا منهم أن الإخوان المسلمين هم الذين سيجددون الحكم، الكومبرادور التابع لهم، وهم الذين سيخففون من وقع الأزمة التي وجد الكومبرادور نفسه فيها. هيك فكروا هم. ليش؟ لأن الإخوان المسلمين أولا حزب متماسك قوي، له تاريخ، له امتدادات عربية وعالمية، له فلوس، يعني عنده الفلوس، عنده ميزانيات ضخمة، عنده رؤوس أموال ضخمة، عنده مزارع، عنده منشآت، عنده مستشفيات، وقادر على إعالة الطبقات الفقيرة، يعني عنده نظام إعالة قوي جدا، وعنده أيضا أيديولوجيا ناجحة جدا في السيطرة على الوعي الجماهيري. ولذلك ظن الأمريكان تحديدا أنه، يعني بدأوا اتصالاتهم مع الإخوان المسلمين من زمن، يعني وأوباما بالذات كان متحمسا جدا لأن يكون للإخوان المسلمين دور كبير في إدارة أزمة المنطقة. وفي مصر تحديدا ظنوا أن الإخوان المسلمين قادرون على حل، ليس على حل الأزمة وإنما على السيطرة على الأزمة. ولكن أداء الإخوان المسلمين، يعني أنا هذا ما لاحظته، يعني هم بجوز يزعلوا لكن في الواقع كانوا يعني ضعفاء جدا، يعني إدارتهم للأزمة كانت مضحكة في الواقع. يعني مرسي أنا كنت أراقب جيدا كيف يتصرف، يعني مثلا بصريح العبارة أردوغان غير، يعني أنا لا أحب أردوغان لأنه احتل شمال سوريا ولأنه تآمر على سوريا، لكنه يعني غير، يعني هون نجد عنده مهارات وقدرات استثنائية، وقدرات في إدارة المجتمع، في إدارة الاقتصاد، في إدارة العلاقات مع العالم إلى آخره. بلا شك أنه في عنده هو ومجموعته قدرات واضحة. يعني مرسي لا، يعني بالعكس كشف عن، يعني بصريح العبارة، عن فشل ذريع في الحكم، فشل ذريع في إدارة الأزمة، أزمة الكومبرادور في مصر، فشل ذريع، يعني أكثر من حسني مبارك، يعني فشل كبير. حسني مبارك أخذه أكثر من، يعني شو، أكثر من حوالي أكثر من 20 سنة، حتى أكثر 30 سنة، أكثر من 30 سنة حتى بان عجزه عن إدارة أزمة الكومبرادور في مصر. هذا من أولها، من سنة واحدة بين الإخوان المسلمين عجزوا في الواقع عن إدارة الأزمة وعن إدارة الدولة. ولذلك الكومبرادور المصري أدرك أنه هذا يهدد هيمنتهم الطبقية. يعني أكيد حكوا بينهم وبين نفسهم
شو تصير ان احنا تاركين الامور لهذول الناس اللي مش عارفين يدبروا حالهم؟ لا يا اخي، اطلعوا روحوا. فانقلبوا عليهم، او بالاحرى صار في ثورة شعبية ضد حكم الاخوان المسلمين. استغله العسكر اللي هو جزء لا يتجزأ من الكومبرادور، فاطاح حكم الاخوان المسلمين. هكذا تخلصت، يعني من اجل هي الاستمرار الهيمنة الطبقية تخلصوا من سيطرة الاخوان المسلمين. انا بعتقد مهدي عامل مفهوماته تضيء ما حصل. نفس الشيء الان مثلا حصل هذا مع السودان ايضا. في السودان ايضا حكم البشير والاخوان المسلمين فشل 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 ذريع، وكادت السودان ان تتحطم كليا، يعني كاد ان يتفكك السودان. وهنا أجنحة الطبقة الحاكمة تدخلت بطريقة فعالة، أقصت البشير وأقصت الإخوان المسلمين، وغيرت أصلا حتى تحالفاتها من أجل الإبقاء على الهيمنة الطبقية، وأبقت على الهيمنة الطبقية إلى حين. لكن بالنهاية الجماهير يعني لن تقبل بحكم هذه الطبقة، يعني بصرف النظر كان وجهها إسلامويا ولا عسكريا ولا ليبراليا، يعني بالنهاية هذه حكم هيمنة هذه الطبقة ليست من مصلحة الجماهير الشعبية بالتأكيد. ولأن نحن نراها بتونس، تونس نفس الشيء، يعني الفشل هون 10 سنوات للغنوشي كان وجماعة، 10 سنوات كاملة كان بإمكانهم. يعني طيب في حالة مصر سنة وكسور، بس في حالة تونس 10 سنوات. 10 سنوات تأزمت الحالة لدرجة صار بعض الناس يترحمون على أيام بن علي الدكتاتور الوسخ إلى هذا الحد، لأنه في الواقع البطالة على صعيد البطالة، على صعيد البيئة، على صعيد الفقر، على صعيد الوباء، على صعيد الوباء بالذات كشف إلى أي مدى فاشلة دولة النهضة، حزب النهضة في أو حكم حزب النهضة وهو الحاكم في خلال ال10 سنوات. كان لابد من أن تنتفض الطبقة نفسها. الجماهير الشعبية طبعا بدأت تنتفض، بدأت تخرج المسيرات والكذا وتتعاظم. خافت الطبقة الحاكمة، قالت إيه شو يعني هاي معنى، يعني إذا استمر الحال كذلك إما بصير فوضى أو ثورة مرة ثانية. ولذلك تحركت طبقة على يعني قيس سعيد، مع احترامي له بس هو يمثل طبقة بالنهاية، يمثل أو تحالف طبقي. في الواقع تدخلت وحكوها بصراحة: أنتم فشلتم يا إخوان المسلمين، يا نهضة، في إدارة أزمة البلد، إذا عليكم أن ترحلوا. وبالفعل تحرك بطريقة معينة، واستطاع أن يعني حتى الآن استطاع أن يضبط الأمور كذا، وأن يخفف من هول من إمكانية الانتفاضات الشعبية إلى آخره. يعني هنا أيضا في سبيل الإبقاء على الهيمنة، هيمنة الطبقة، كان لابد من التخلص من سيطرة الجناح. فهذا ما حصل أيضا، لاحظوا، 3 دول رئيسية: مصر والسودان وتونس. أنا أعتقد هذا نفس الشيء راح يحصل قريبا في المغرب. المغرب أيضا يعاني من مشكلات، والإخوان يحكمون إلى حد ما، طبعا يحكمون. أنا أعتقد أنه هذا الدور جاي على الإخوان المسلمين في المغرب، وربما أيضا في ليبيا. خلص يعني الإخوان المسلمين الآن يتقهقرون لأنهم أثبتوا عجزهم. يعني كان لهم دور مجابهة المد القومي، مجابهة الشيوعيين، مجابهة كذا مجابهة كذا. أعتقد أنه لم يعد هذا الدور أساسيا بالنسبة للدول الغربية، ولذلك يعني خف الحماس لهم، خصوصا بعد هزيمتهم في سوريا، وبعد فشلهم في مصر وفي تونس، وسابقا في الجزائر وفي السودان إلى آخره، وحتى في السعودية. اللي السعودية يعني الآن هي اعتبرتهم منظمة إرهابية إلى هذا الحد. فأنا بعتقد أنه نعم، طبعا هي حركة ضخمة، حركة الإخوان، لا نستطيع أن نقول أنها انتهت، ولكنها تراجعت، وأنا بعتقد ستظل تتراجع إلا إذا حصل في داخلها إجراء
يعني إصلاح معين، لأنه في الواقع واضح إنه طبيعة إدارتهم لن تنجح في أي دولة، لن تنجح في أي دولة، وهم إذا ما أدركوا ذلك معناه لن تنشأ لديهم فرصة جديدة لاستعادة عافيتهم. أنا همي إنه ألفت النظر إلى مهدي عامل. ها مهدي عامل نظريته في الدولة ونظريته في الأحزاب السياسية في غاية الأهمية ما زالت. ربما نظريته في نمط الإنتاج الكولونيالي، يعني الناس بطلوا متحمسين لها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ربما. أما نظريته في الطائفية ونظريته في الدولة السياسية، أنا بعتقد تزداد أهمية في ضوء ما حصل في الوطن العربي مؤخرا، كما حاولت أن أبين هنا. أنا ألفت النظر إلى هذه الدراسة التي نشرتها منذ فترة، منذ أكثر من 20 عاما، في هذا الكتاب، كتاب فلسفة التحرر القومي، وأيضا موجود على النت، نظرية هي يعني تحت عنوان نظرية مهدي عامل في الحزب السياسي. يعني أحيلكم إلى هذه الدراسة لأنها في الواقع تشرح بنوع من العمق نظرية مهدي عامل، وتنقد من نظرية مهدي عامل. يعني أنا ليس فقط يعني أبدي إعجابي، مع أني معجب جدا بمهدي عامل، ولكني في الواقع أنقد أيضا هذه النظرية، فأحيلكم إلى هذا العمل. يعني أحببت الآن يعني أن أطرح هذه النقطة في ضوء الأحداث التي تمر، قد أكون مصيبا قد لا أكون، وسأنتقل في الفيديو القادم إلى تكملة المحاضرة بشأن جدل النظرية العلمية، يعني سأعود إلى فلسفة العلم وإلى العلم نفسه. إلى اللقاء.